نوعدكم طبعا نعود لهالمقطوع الحلوة. نستقبل معنا فراس زريق هالفنان المسؤول عن هالمقطوع. مرحبا فراس. تحياتي شاد، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية أنت على هالمقطوع وهالفن الحلو بتقدم لنا إياه. تسلم. تهليلي للطبيعة هيك المقطوعة. نعم. اسمها تهليلي للطبيعة، هي مقطوعة اللي أنا كتبتها السنة الماضية صراحة، طلعت بوادرها لما كنت في إقامة إبداعية في شمال نيويورك في جبال الأدراندكس على حدود كندا. كان المناخ والبيئة اللي حوالي جدا طبيعية، بحيرة وغابي وجبل، وما كان في، كان في انعزال عن السوشيال ميديا وعن الإنترنت عن كل هالمواضيع، فبتحس فعلا بيعني الجلالة تبع الطبيعة هناك. أنا للمرة الأولى توقعت عشان شفت كمان إهداء للراحل الراقص الفنان أيمن صفي، توقعت عم تحكي عن طبيعة بلادنا. لا الطبيعة تعبر بحدود، يعني الطبيعة إن كان في بلادنا ولا بأمريكا ولا بكل محل، الطبيعة هي طبيعة بجماليتها يعني وبدائيتها. أنا نعم أهديتها لصديقي المرحوم أيمن صفي ابن بلدي. لما سجلتها كان في نفس اليوم اللي تم تأكيد خبر وفاته، وكنت بمزاج نفسي كثير صعب وعاطفيا، حسيت إنه هيك لازم. وكان السيشن مسبق يعني معين، وفكرت انه الموسيقى لازم تكمل بكل الاحوال. نعم. فوعدت نفسي انه اهديها لما تصدر. فانا بعتبرها اكثر من اما هي كومبوزيشن مقطوعه، بعتبرها تامل موسيقي وصف حالي. نعم. هذا يبرر الاعادات اللي فيها. والقانون طبعا، على القانون ليش اخترت هالآلي مع العلم انه انت بتعزف على اكثر من آلي؟ القانون مش عارف، من طفولتي كنت أعزف تشيلو في بداية الموسيقية، بعدين نقلت على القانون. بحس إنه في زي امتداد لإلي بالقانون، تعبيري، امتداد تعبيري منه وأنا طفل، والقانون يجذبني كمان يعني من ناحية استيتيك، من ناحية جمالية. القانون آلة جميلة بالمنظر وبالصوت، والقانون أبو الآلات القديمة. فيك تعمل مقارنة مع البيانو الموسيقى الغربية أو مع القيثارة الهارب الموسيقى الغربية. القانون تقليديا بالتخت الشرقي كان هو دائما قائد الفرقة، وكان كل الآلات الدوزن حسبه، فمش صدفة اسمه القانون. نحكي شوي كمان على الفيديو كليب صورته بأمريكا، مظبوط؟ أنت موجود بأمريكا؟ نعم، صورته بروكلين نيويورك. بروكلين نيويورك حد النهر الهودسون. شو بنشوف هناك؟ طبيعة كثير، طبيعة وخضار، والنهر الهودسون يعني فكرت إنه هذا المدى جميل يترافق مع الموسيقى. وبسبب الإهداء لأيمن حسيت إنه لازم يكون في مي، ولازم يكون في ساحل، لازم يكون في، يعني هو هذا بالضبط المنطقة اللي بلتقي فيها نهر الهودسون مع المحيط الأطلسي، فالمي خليط بين مية نهر حلوة وبين مي مالحة. فراس أنت طبعا مش كثير كبير بالعمر، بس صرت ملحق تعمل كم من لقب. احكي لنا شوي عن دراستك. نعم، أنا خرجت من جامعة بيركلي للموسيقى في بوسطن ماساتشوستس بديسمبر الماضي آخر 2019، وخلصت لقبين، لقب في تلحين الجاز ولقب في الأداء في العزف الموسيقى على القانون. كنت 5 سنين في هاي الجامعة، درست مع أستاذ عظيمين توزيع وهارمونيا وتلحين وعزف، وكمان صحلت إنه أرافق أستاذ سيمون شاهين في الدراسة وفي العروض كمان. حلو، طبعا وجودك هناك يعني كمان منحك إمكانية المشاركة بعروض كبيرة، كمان بقاعات كبيرة مع فنانين كبار، إنتاجات ممكن كبيرة. كيف انطباعك واحكي لنا شوي عن هالمشاركات؟ نعم، أنا بعترف إنه كنت محظوظ بإنه يعني وجودي هون فتح كتير إمكانيات تعاونات مع فنانين غربيين وعرب من كل العالم، كان روجر ووترز، ممكن بينك فلويد، التقيت بستينج كم مرة، كان عندي تعاونات مع شريا غوشال، شانكر مهديفان، نجوم بوليوود الهنود، فنان الكردية أينور دوغان، ومن العالم العربي خوري. كمان شفت مروان خوري، العربي مروان خوري. نعم، رفقت بأول جولة عروض إله في الولايات المتحدة، كان شهر 9 الماضي، عزفنا بست مدن مختلفة، وكمان فنان عبير نعمي كان عنده حفل ضخم في هيوستن مع أوركسترا موسيقى عربية اللي أنا عازف قانون فيها. وكيف بتلخص تجربتك بهالحفلات؟ يعني استفدت طبعا؟ على الصعيد الشخصي كثير لطيفين، وعلى الصعيد المهني كان كثير حلو، يعني احتضان الجمهور لإيران، جاليات كان من كل العالم العربي، يعني سوريا وفلسطين ولبنان واليمن. حلو. كان حضور قوي كثير، فكان جميل، تجربة جميلة صراحة، وبحس إنه هذا الامتداد اللي إحنا انحرمنا منه شوي عم تقدر تحققه؟ بكل جدارة صراحة، لأنه بشوفش إنه الموسيقيين في بلادنا بيقلوا عن أي موسيقى ثانية بالعالم العربي أو العالم الغربي. نحكي كمان عن المشاركة، أنا شفت إنك شاركت الوالدي أمل مرقص بقرطاج. نعم صحيح. دائما بيسألوها كيف العمل مع ابنك فراس، المرة بنسألها كيف الواحد يشتغل ويكون مركز وفي مسؤولية كتير كبيرة عليه كمان، وبدك تطلعها بأحلى صورة. أكيد أنا محظوظ بأنه بسحل أتعاون مع فنانة زي أمل مرقص اللي بصدفة أمي. فنيا أنا كثير سعيد،
وكمان على الصعيد الشخصي بحب إنه في هاي العلاقة بينه وبين أمي، اللي علاقة عمل وعلاقة إنتاج وعلاقة فن. مرات بتخلط الأمور بين العلاقة العائلية والمهنية، يعني بنكون مفروض بإطار عائلي بصير نحكي على الشغل أو بالعكس. بس عموما أنا بحس إنه كثير بستمد إلهام من مشروع الوالدي، مشروع المرقص. وصراحة في أغنيتين قيد التطوير عم بيخلصون المفروض يطلعوا بالسنة. حلو، أنت تعاونت معها طبعا. أجمل البحار، أجمل وكمان البحار. نعم، هي كانت ألحاني في الألبوم الأخير كلمات ما بين حكمت، وقبلها كانت غنيت فيروك سيجيفارا من كلماتي. بدنا نحكي شوي كمان عن مشروعك بشكل عام. لاحظت انه عم تنزل فيديوهات كمان على اليوتيوب لتتواصل اكيد مع الناس ومع الجمهور. في مشروع البوم، كيف مخطط لقدام؟ تعرفنا على فنك. نعم، اول اهدافي خاصه في ظل الغاء كل العروض بسبب الوباء، صحيح، انه اركز على الانتاج وعلى الكتابه الابداعيه. فانا تخطيطي انه بالصيف هذا افوت على استوديو مع الموسيقيين واسجل البومي الاول، اللي هو مجموعه قطع من اعمالي اللي بتتمحور على المقام العربي وفيها كمان عناصر من الجاز العالمي والفلمنكو وعده اخوات موسيقيه اللي انا شرطت منك لسنين طويله. بدنا نشكرك فراس، خلينا نسمع المقطوعه كامله. بتحب تقول كلمه للمستمعين؟ انا بدي اشكركم كلكم، وبهمني نكون على تواصل، وبتمنى تحبوها. وشفت اهتمام كبير، يعني استقبلوا الفيديو حلو على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت متوقع؟ فيش أجمل من هذا الشعور، فيش أجمل من هذا الشعور صراحة. بالفعل، شكرا، ألف شكر شادي. إلى اللقاء، باي باي. سلامات سلامات، باي باي.